طيب حلو انا برضو عايز استغل فكره ان انت ليك يعني تعاملات سابقه كتير مع يعني بعيدا بقى عن ابطالنا من ذوي الهمم او ذوي القدرات الخاصه مع الاهالي مع اولياء الامور. انا وقفت كتير عند الجمله اللي حضرتك اتكلمت فيها من شويه, فكره ان في بعض اولياء الامور اللي ربنا رزقهم بطفل من اصحاب الهمم بيداروه وبيخبوه وبيبعدوه عن المجتمع خوفا عليه من التنمر الى اخره. عايز حضرتك تقول لهم يعني توجه لهم رساله, توجه لهم كلمه تفهمهم ان باللي انتم بتعملوه ده انتم مخلين ابنكم او بنتكم يفوتوا او يعدي عليه كذا وكذا وكذا. ايه الحاجات الحلوه اللي فايتاهم نتيجه الحجم اللي هم عاملينه لاولادهم؟ بصوا حضرتك احنا في الاتحاد بنوفر للاولاد كذا حاجه. اول حاجه عندي ان انا بخليه شارك رياضيا, بخرج عنده الطاقه المكبوته اللي فيه لعيبه كتير او فيه اولياد كتير مش عارفه تخرجها, فبيبتدي يتعب ولي الامر في البيت. طبعا ولي الامر لما بيجيب ابنه عندي بيخليه يتمرن بيوصل اللاعب, بتلاقي اللاعب روح هادي شويه لان طبعا. في لعيبه بتبقى عندها فرط حركه كبير بتحتاج تمارس رياضه ان هي تخرج الطاقه اللي موجوده عندها دي, فانا ببتدي من خلالي اخرج له الطاقه دي. تاني حاجه انا بعمل لولي الامر معسكرات مع الولد اسمها انا وماما وانا والعائله. المعسكرات دي ببتدي باخد الولد وولي الامر يومين, بعمل لهم بوديهم كامب كده قريب من اسكندريه, ابتدي اشتغل على ولي الامر والولد, اعمل له تنميه بشريه حلو. واعمل له مسابقات بسيطه كده. دي حاجه مهمه جدا طبعا. شغالين عليها الفتره دي ويعني اكتر من 500 600 لاعب لغايه دلوقتي اشتغلنا عليهم وشغالين. كل اسبوع بنطلع كامب لمجموعه من الاولاد ومجموعه من الاولاد والعيله, وان شاء الله بنبحث برضو ان يبقى ولد والمدرب بتاعه يعني نخرجهم بره شويه عن مجال الرياضه والتدريب, نخليهم زي يومين ترفيهي كده. ترفيهي وكل حاجه مفيدة. ده غير ان انا بوفر للولد ان هو لو من اقل امكانيات لي او اقل مشاركات لي ممكن لاعب يوصل عندي ويبقى يشارك في بطوله دوليه. يعني احنا الحمد لله التاهيل والمشاركه بتاعت الاولاد مش صعبه زي اللاعب النورمال, بيبقى عندنا سهل جدا ان اللاعب شويه لو بذل شويه مجهود بسيط يوصل للعالميه. فاحنا بنوفر له دي, فولي الامر بيحرم ابنه من الحاجات دي. الحاجات دي لو وصلت للولد المستوى هيختلف كتير قوي. بنعمل حفله بيطلعوا الاولاد يعملوا استعراضات, الحفله بتاعت سياده الرئيس اللي بتتعرض بيعملوا استعراضات قدامه وبتلاقي الولد مبسوط جدا فيه. حتى في وليه امر جت قالتها لنا انا كنت بخبي بنتي, دلوقتي انا بقيت فخوره بيها جدا ان هي بتطلع في التلفزيون. تخيل بقى الفرق ده جدا, في شغل ازاي كان على الارض عشان الام دي تقول ده. يعني شوف احنا زمان كنا ايه وبقينا ايه. ده فرق شاسع, حياه اتغيرت كامله لجيل يعني شباب كتير جدا. حلو قوي ده على فكره, الجمله اللي انت قلتها دي حلوه جدا. انت بتاثر في او بتغير حياه انسان يعني على الأرض. لا بجد احنا مبسوطين بيكم, ربنا يوفقكم ومزيد كده من الابطال, وان شاء الله بجد يعني بارالمبيات طوكيو تشاركوا فيها, عفوا فرنسا 2024 باريس يعني شاركوا فيها, لان احنا عايزين ده, احنا محتاجين ده جدا. هم اوريدي على فكره عاملين برضو لو حضرتك بتتابع دلوقتي عاملين شغل محترم جدا على الارض. فبالتوفيق ان شاء الله باذن الله.